عدى حوالي سنه على اول مره اجرب السوشي، ما عجبنيش ساعتها بصراحه، كان رد فعلي وحش، بس الفيديو دخل على 200,000 مشاهده على اليوتيوب، فقررت ادي لنفسي فرصه ثانيه ورحت نفس المطعم اوك باي اللي موجود في مجمع تي كومبلكس في سموحه. دخلت على الراجل ده اسمه عيد، قلت له ان انا لسه جديد في السوشي، عايزك تجيب لي حاجه كده على ذوقك. جبت بوكس فيه 12 قطعه، 4 فرايد تشيدر شريم و6 ليمون رول و2 نجيلي شريم، ومع البوكس بيجي 5 صوصات، 2 صويا صوص وواحد شبهه كده بس بالسمسم ووسابي وجينجر ومايونيز سبايس. واللي كان مطمني بقى ان الحاجه دي كلها فرايد، يعني مش نيه قابله للاكل. بدات الاول بفرايد تشيدر شريم، دي بيبقى فيها رز وجمبري مقلي وجبنه شيدر وعليها صوص ترياكي تقريبا. الطعم غريب عليا شويه بس عجبتني مش وحشه. دخلت بعدها على الليمون رول، دي بقى جمبري وسلمون مع بعض عليهم مايونيز سبايسي، طعمها حلو برده مش وحشه. اخر حاجه بقى النجيري، ده رز وجمبري ملفوفين بشريط طحالب او ورق عنب مش متاكد، دي احلى حاجه فيهم. كنت مستغرب بصراحه ان الاكل عجبني كده. دخلت بقى على الصوصات اللي هي مشكلتي معاهم اصلا، الجينجر ده جنزبيل مخلل طعمه مستفز قوي ما يتبلعش اصلا. الوسابي بقى خدت منه حته كده على طرف المعلقه عشان ما ينفعش اخد اكتر من كده اصلا. جربوا مطعم اوك باي وقولوا لي رايكم. سلام.